سيد الرئيس باسمي وباسم أهالي الرمثة واللواء، ابتداءً فأنني أهنئ سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين بعيد ميلاده الميمون، أطال الله في عمره. وبهذه المناسبة فأنني أتقدم من سيدي صاحب الجلالة كل الشكر والتقدير على تشريفه للواء الرمثة في يوم عيد ميلاده، وهذا شرف كبير حظي به أهل اللواء، فلقد كرمتمونا يا سيدي، وإن هذه الزيارة كان لها أثر كبير في نفوس أبنائكم في لواء الرمثة، وأننا نؤكد على ولائنا للعرش الهاشمي. ونشكر نائب رئيس الوزراء وفريقه الوزاري الخدماتي ومندوبا عن القوات المسلحة العميد عبد الله بيك الحسنات والعميد محمد البشابشة الذي أمر سيدي صاحب الجلالة بالاطلاع على المشاريع المطلوبة لأبناء الرمثة واللواء. وأنني أذكر دولة الرئيس، هناك فساد في دمغة الذهب وقد تم تحويلها من قبل مسؤول إلى مكافحة الفساد، أرجو من دولة الرئيس التحقق في هذا الأمر. ومعالي وزيرة الطاقة تتخبط في قرارها، مرة تريد أن تصدر الطاقة إلى العراق، ومرة إلى فلسطين، ومرة إلى السعودية، ومرة إلى الاتحاد الأوروبي. وأرجو من دولة الرئيس فتح تحقيق 700 مليون فساد عند عقل بلتاجي وهو يعلم ذلك، وصندوق جدكو 50 مليون، وهذه شركة اسمها شركة البترول الوطنية، شركة بترول العقبة، 13 مليون و200 دينار حصل عليه المسؤول، وهناك 24 مليون رصيد مسؤول قد عادتني الدولة إلى الخزينة. وهناك بعض الأمور الأخرى، هناك تم تعيين 220 موظف يا إخوان في وزارة الاتصالات على حساب المشاريع، الآن تم منها خدماتهم، أين سيذهب هذا 220؟ ومن هو الذي أمر بتجديدهم وتوظيفهم في حكومة سابقة؟ هناك تخبط كثير من بعض الوزراء، أرجو من دولة الرئيس أن ينتبه إلى هذا الأمر. شكرا. بركات النمر. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل بركات. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية الأمر لا بد لي في هذه اللحظة المباركة أن أرفع إلى مقام صاحب الجلالة بالمباركة في عيد ميلاده الميمون. أما الجانب الخدمي في كلمتي هذه، فإنني أنتظر من الحكومة